بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف الثاني عشر لمادة التربية الإسلامية. ها نحن طلبتي نلتقي من جديد لنكون برحاب مادة التربية الإسلامية للحديث عن الوحدة الأولى والمعنونة بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه الآية أخذت من نهايات سورة البقرة لتكون عنوان لهذه الوحدة. طلبتي في هذه الوحدة سيكون لنا حديث حول سورة البقرة بداية، ومن ثم الحديث عن مكانة السنة النبوية الشريفة في التشريع الإسلامي، وبعد ذلك سيكون لنا حديث عن اليوم الآخر من أحداثه وآثار الإيمان به، مسائل البعث وغيرها، كما سيكون لنا لقاء بحول الله مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومصالحها. إذا ما تحدثنا طلبتي عن الموضوع الأول من موضوعات الوحدة والمعنون بسورة البقرة أو نهايات سورة البقرة، نقول بأن سورة البقرة هي من السور المدنية، وقد سميت بذلك لورود قصة بقرة بني إسرائيل فيها، وهي من السبع الطوال، وأيضا معها سورة آل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف وقيل التوبة. في هذا الدرس وفي هذه الجزئية سيكون لنا حديث عن عظمة الله عز وجل، سيكون لنا حديث عن حقائق الإيمان، وسيكون لنا حديث عن مبادئ الشريعة الإسلامية. أيضاً طلبتي عندما ننتقل للحديث عن السنة النبوية سيكون لنا لقاء مع تعريف السنة النبوية، وكما تعرفون فإن السنة النبوية هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، كما أنه يا طلبة سيكون لنا حديث عن مكانة السنة النبوية، وهل للسنة النبوية مكانة في نفوس المسلمين؟ الإجابة نعم، فهي المصدر الثاني من مصادر التشريع، أي أن المصدر الأول القرآن الكريم، والمصدر الثاني هي السنة النبوية. لذلك قال الله عز وجل في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. فللسنة النبوية مكانة عظيمة، لذلك قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. هذا كله طلبتي يدل على مكانة السنة النبوية، أما عن دورها فهي تأكيد إلى ما جاء في القرآن الكريم، تفسير ما جاء في القرآن الكريم، إضافة لأحكام جديدة لم ترد في القرآن الكريم. فيجب علينا أن ندافع عنها بكل ما أوتينا من خلال بذل الجهود لحفظها، من خلال تعلمها وتعليمها، من خلال رد الشبهات والدفاع عنها إلى آخره. إذا ما تحدثنا عن الموضوع الآخر وهو اليوم الآخر،
يجب علينا أن نتطرق إلى معناه، ما هي أحداثه وما هي آثاره لأحداث اليوم الآخر، وهذا في المنهاج الجديد، وقد ذكر هذا الدرس في المنهاج القديم. بعد ذلك سيكون لنا لقاء مع مقاصد الشريعة الإسلامية، وأنتم تعرفون أو مر عليكم في كتاب التربية الإسلامية للصف الحادي عشر أن مقاصد الشريعة خمس: المال، النفس، أو المصالح تبدأ في الدين، فالنفس، فالمال. هذه المصالح هي مصالح مشتركة بين الناس جميعا، لذا لابد من وضع ضوابط لهذه المصالح المشتركة بين الناس، وذلك لجلب المنافع وابتعاد ودرء المفاسد ودفع الضرر عنه. هذا طلبتي مجمل الحديث عن الوحدة الأولى من كتاب التربية الإسلامية، وقد ذكرت لكم بأن كتاب التربية الإسلامية لهذا العام هو من المناهج الجديدة في وزارة التربية والتعليم. شكراً لحسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم بحول الله عز وجل في الفيديوهات القادمة. دمتم في رعاية الله.